الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أول جد لإلنا جاء مؤذنا من بلاد الحجاز قبل أكثر من 500 عام يعني فجاء مؤذن ورفع الأذان في المسجد الأقصى المبارك ومن ذاك الوقت إلى الآن تحمل هذه العائلة إرث رفع الأذان جيلا بعد جيل إلى يومنا الحاضر سهل علي أن أغني لكن المغني صعب عليه أن يقرأ ليس سهلا لأن للقرآن والأذان والإنشاد قواعد وأسس متينة ليست سهلة أشهد أن لا